كير ونمباركي مباركي يوزع جول 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 جول. يا سلام يا سلام، منظومة ولا في الأحلام، منظومة ولا في الأحلام. يا سلام يا سلام، باليسار جبانو ده ياسين حتانو، لكن شوف الكرة في البداية سعد بقير المثير المباركي المباركي الداير وتا ياسين الخميسي باليسار جبانو، والترجي يثبت أقدامه في كينشاسا بالذات في أصعب الأوقات. واحد بلاش لباب سويقة ميزينغوان ميزينغوان يوزع وهدف التعادل، هدف التعادل مشاهدينا الكرام. اتيك يا ما اجيتي يشعل مدرجات ملعب الشهداء برأسية في القائم الأول، إذالة بها معز بن شربية ويعطي الآن يعطي البصمة لهذه الجماهير الكونغولية. هذا هو اتيك يا ما اجيتي اللي كان مراقب شوف يهرب من الرقابة على منتصر الطالبي اللي تنقصه طبعا الخبرة الناسمة في مثل هذه المواعيد الإفريقية. كان وراء الطالبي تقدم عليه بسرعة وضع الكرة المقوسة غالط بن شريفية، هدف جميل للأمانة. هذه هي خليل شمام يتفرج في وصول إيتيك ياما وكذلك فخر الدين بن يوسف، لم نفهم ماذا يفعل الثنائي فخر الدين خارج الطريق وكذلك خليل شمام أمامنا. إيتيك ياما أجيتي جاء من مجرين جاء من باب